السلام عليكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم اليوم واحد الوصفه ديال فقيقسات، دوا زيتاي كيجيو رائعين وسهلين. خليكم مع الوصفه ومع المقادير. دابا غادي نبداو المقادير. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده اللي تكون رطبه، خرجوها من الثلاجه قبل، كاس العنبه ديال السكر الكلاصي، واحد الساشيه ديال الفاني، بيضه واحده، تقريبا واحد 3 كيسات دقيق ديال 3 الكيسان ديال دقيق الفورز. وعندنا هنايا شويه ديال المكسرات، تقدروا تكتفيوا بنوع واحد، المهم نتوما اللي كتبغيو اي مكسرات كتبغي تقدروا تضيفوا الخليط ديالكم. اول حاجه كنضيفوا الاناء ديالنا هي الزبده، 100 غرام ديال الزبده. عاد من بعد غادي نضيفوا كاس ديال السكر كلاصي، غادي نحاولوا نخلطوا هذا الخليط مزيان حتى كتندمج لينا الزبده مع السكر كلاصي، كتولي هكا بحال شكل بوماده، كتولي رطبه. عاد ديك الساعه غادي نضيفوا البيض، وغادي نبداو نضيفوا الدقيق بشويه، وما نساوش السكر فاني حتى هو. هذا هو الشكل ديال الخليط ديال الزبده والسكر كلاصي. دابا غادي نضيفوا بيضه كامله، غادي نضيفوا السكر سكر فاني، السكر فاني، وغادي نمزجوا المكونات مزيان. عاد من بعد نبداو نضيفوا الدقيق بشويه، وما نساوش اننا ندخلوه عاد المكسرات هي اخر حاجه. صافي دابا جمعت العجينه ديالنا. انا هنايا احتاجين تقريبا بالضبط 3 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس، نفس الكاس اللي عبرت به السكر كلاصي. والبيضه اللي درت ما كانش كامل، كنضيفوا هي المكسرات، ونحاولوا نمزجوا الخليط ديالنا مزيان حتى يدخلوا المكسرات مزيان في العجينه. يعني بعد ما كتجمع لكم العجينه كتشكلوا هكا هاد الحريبلات هكا، اللي كيبغيهم يجيو مكحلين يزيد فيهم الكاكاو، اللي كيبغي البسكويت هكا ديالو يجي فيه النكهه ديال الكاكاو يقدر يزيد، يقدر يشكل يدير النص فيه كاكاو والنص هكا يجي عادي. المهم كديروا هكا حريبلات على حسب القياس، بغيتهم يجيو كبار ديروهم غلاط، بغيتهم يجيو حليب يجيكم بسكويت هكا صغيورين ديروهم رقيقين بحال ما هكا، ودخلوهم للفريغو، تخليهم على الاقل واحد نص ساعه في الفريغو بدل ما تشدوا فراسهم، باش في القطع ما يجيكمش ما يعذبوكمش وما يبقاوش يتهرسوا لكم. دابا غادي نخشيهم في الفريغو واحد نص ساعه، عاد ديك الساعه نخرجهم ونقطعهم معكم. كتلاحظوا معايا راني دابا خرجتهم من الفريغو، غادي نبدا نقطعهم. تقدروا تقطعهم يا اما دوبيرات يا اما تقطعوهم مايلين شويه، وتسخنوا الفران ديالكم على 180 درجه، تشعلوا عليه من الفوق ومن تحت حتى يتحمروا لكم. انا قطعتهم، انا كيعجبني صراحه نجي نقطعهم رقيقين، كيعجبني يجيو محمرين ومقرمشين. انتما على حسب السمك على حسب الرغبه ديال كل واحد. دابا ندخلهم للفران. هذا هو الشكل ديال الفقيقسات ديال اليوم، وصفه رائعه تستاهل انكم تجربوها، كيجيو بلاد وبنينين وسهلين، المكونات موجوده في اي بيت. نتمنى الفيديو ديالي ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ونلتقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.